السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخطر وأقوى فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تسمعوه وتشوفوه حول التيك توكر ملاك أو التيك توكر خديجة رحمها الله، حول القضية ديالها والموس ديالها على يد الملياردير والبرلماني عبد العزيز الشرايبي. المقطع الأول غتشوفوه مع محمد تحفة، والمقطع الثاني في هذا الفيديو غتشوفوه مع حميد العقاوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. الناس اللي كتعيط لي على ود البرلماني ديال بني ملال وكتقول لي لا الحقيقه هي هذه، غنقول لكم واحد الحاجه. هادو اللي عيطوا لي على البرلمان ديال بني ملال، لعنه الله عليكم الى يوم الدين، ولن اعيد ما سبق لي ذكره. انت البرلماني بفلوسك بداكشي اللي عندك، انا نقول لك اعلى مفخي لمك ركبوا معي، انا اعلى مفخي لمك نعاودها ركبوا. شي اللي كيعيط كيقول لي لا حكار يدو طويله وهادي وهادي. عندنا واحد الجريمه ديال قتل البنيته ماتت، خاصها تخيلني هذا ينالوا العقاب ديالو. دابا هادو اللي كيعيطوا واش عندهم شي عقل ولا والو؟ لا، واه عنده نفوذ، عنده سلطه، لاباس عليه، قيادي في حزب كذا، كيصدر اللحم الافريقيه، ملياردير. واش دابا هاد الناس بعقلهم؟ القانون فوق الجميع، وقتلتي تعاقب، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. راه هذا هو القانون عباد الله، خصكم تفهموا هذه القضيه هذه. تخيل هذه البنت بنتك، تخيل هذه البنت اختك، واش غادي تسمح فيها وتفوتها؟ واش هذه قطه ولا كلبه ماتت ولا دبانه؟ هذه راه روح، واجب ومفروض العقاب والحساب. السلام عليكم. ماشي اللي لاباس عليه ولا كيفورني على شي واحد ينوض يبدا يعطي تبريرات. راه عندكم بنياتكم، راه عندكم خواتاتكم، راه عندكم بلا ما يجي عاوتاني، راه نعاود نقولها، بلا ما يجي عندي شي واحد يقول لي البنت راه، بلا ما يعاود يجي يقولها لي، انا نعاود نقولها لهذا البرلماني هذا، اعلى ما في خير امك اركبوا. جريمة هذه مكتملة الاركان، نزيدكم فيها الحشيش، فيها الغبره، فيها الدعاره، فيها اي حاجه، مجرمه مين ما درتي لها مكتمله. بلا ما يجي عندي شي واحد يقول لي حقه كيصدر اللحم الافريقيا، بلا ما يجي عندي شي واحد يقول لي امها ما سوقيش فيها، انا ما سوقيش في امها، انا سوقي في واحد الروح وزهقت يجب ان ينال عقابه. شوفوا اوروبا شحال فايتانا في هذا الشيء ديال القوانين. رئيس سابق ساركوزي، رئيس فرنسي سابق، تحاكم وراه في السجن. حنايا هنايا واحد لاباس عليه نعطيه الفرصه يدير ما بغى فينا، يقتلنا، يذبحنا، يسلخنا، يتلذذ في التعذيب ديالنا، ما كاين حتى مشكل، فقط لانه لاباس عليه. واش هذا المنطق عندكم؟ واش هذا المنطق؟ رغم ان الاسلام ديالنا واضح، لو والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تقادت الهضرة. برلماني سكيري ضاعر فاسق فاسد، كيدير كل شيء المحرمات كاملين، وكيجيو عليه الناس وكيدافعوا عليه الناس. هذا راه خصو يتحرق، هذا خصو تشعل فيه العافية وحي، أو خصو تطحن كفتة وتعطى للكلاب. نتوما اللي كدافعوا عليه، يجي دمرنا حنا ولادنا وقتلنا بناتنا، حشومة وعيب وعار. اما خدي ديال امها ما شغلناش فيها، كل واحد حر في حياته يدير اللي يبغى، ولكن الروح ما يمكنش نتخلاو عليها ولا نغطاو عليها. الله يرحم لكم الوالدين. اي واحد باش تعرفوني انا راه ضريف، اي واحد عاود عيط ليا على البرلماني والله تا غنقول سميتو. اي واحد عاود عيط ليا على البرلماني غادي نقول سميتو. فعلا انا معاك في هذه القضيه هذه. هاد النماذج هادو خصهم يتفضحوا، وهادو اللي كيدافعوا عليه وكيغطوا عليه باين انهم
عندهم تما واحد الروبيني كيقطر كيقطر وكيمصو من داك الروبيني، يعني خدامين معاه ولا شي حاجه كيدور معاهم كيشدو منو فلوس، كيدور معاهم بوربوارات، كيعطيهم رشوه، المهم شي حاجه تما كاينه كيعطيهم. شوف كاين الريع، كاين الفساد، كاين تشفر الفلوس، المهم كاين شي حاجه. داكشي علاش كيغطيو عليه وما باغيينوش يدخل الحبس، لانه الا دخل الحبس هذاك الروبيني غيتغلق وغيتسد للابد، ما غيبقى لا قطره ولا هم يحزنون. وحنا ماشي مع الفساد، حنا مع الحق ومع القانون، والروح عزيزه عند الله. صافي تفهمنا، هادو اللي عيطوا صافي دابا دوزناهم، راه دوزناهم. اي واحد اي واحد عاود عيط ليا على البرلماني على الاقطاع الخانس تاع تمو ديال ابني ملال، غادي نقولو غادي نقول سميتو لا ريدو طويله، راه كيصدر اللحم، بقينا حنا اللحم بقى يصدروا، كيصدروا لافريقيا. جريمه مكتمله الاركان، ونعاود نقولها، ما الله يصبرها، الله يصبر ميمتها، والله يصبر خوتها، والله يصبر بوها، والله يصبر جيرانها، والناس اللي عندهم هاد الافكار هادو اللي كيمارسوا وصايع للناس الا راح يتخرج الطريق تموت. سيروا اتقوا الله، سيروا اتقوا الله، وعرفوا اش كتقولوا، عرفوا اش كتخرجوا على فهمكم، عرفوا شنو كتخرجوا على فهمكم. صافي تفهمنا، ونتمنى ان الرساله تكون وصلت. اكيد انها وصلت. الان غادي نسمعوا شهادات صادمه في حق التيك توكر ملاك من طرف احدى الاخوات، وهذا الشيء اللي غتسمعوا خطير بزاف بزاف. لا اسمع، تبعتي انت بحال جميع المغاربه شنو وقع في بني ملال؟ اييه تبعت القصه ديال ديك البنت الله يرحمها، ولكن انا اللي سمعتها السي عقاوي هو ان الدريه اصلا كانت يعني كتخرج كما تنقولوا حنايا. نعم، هادشي اللي سمعت انا من البنات اللي كيعرفوها، قالوا بانها كانت كتخرج، وديك الليله بانها كانت مشات ما مشاتش لعيد ميلاد، مشات البلان كما تنقول يعني اكراميه، فهمتي كيفاش؟ وفي الوقت اللي اكراميه زعما كيمشيو عند الشرايبي كيبركوا بحال هكا البنات كثار، اللي بحال هكا كلهم كيعطيهم 1000 درهم 1000 درهم ولا 2000 2000، واللي عجبته كتبرك معاه شويه. رغم انك قبيله راه كنتي الطياره الشيباني تيدور عليه اربعه ولا خمسه وهما هما كاتبين تتسمى الاكراميه. اكراميه يعني كيعطيهم، والوقت اللي دخلها هو معاه تما فين وقع المشكل بينه وبينها. واحد شيباني ومريض ومهووس بالجنس وبرلماني وسياسي ودار جريمه قدها قداش. هذه الجريمه شنو فيها؟ فيها الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي الذي ادى الى وفاه، وهتك العرض بالعنف والمشاركه فيه، اضافه الى الفساد وحيازه المخدرات وتسهيل استخدامها وعدم تقديم المساعده لشخص في خطر وحيازه المخدرات الصلبه. هادشي كامل، وكاين شي وحدين كيدافعوا عليه وباغينو يخرج من الحبس اشد الناس باقلهم. هذا راه خصو يتعاقب اشد العقوبات باش يكون عبره للاخرين، الناس اللي عندهم النفوذ والناس اللي عندهم الفلوس وكيستغلوا داك الفلوس باش يضيعوا بنات الفقراء واولاد الفقراء. ولكن انا اللي سمعت سميتو في الاخر قلت بانه قالوا بانه تكرفص عليها، حيت خاصك تعرف السي عقاوي بان ديك ليكستا راه كدير واحد الجهد، ماشي ليكستا، ليريكا، ليريكا هي دير من اصلا ليريكا، هذيك ليريكا اصلا السي عقاوي، هذيك ليريكا اصلا ديال لي مونغوليان كيعطيوها لهم باش تكون فيهم معاهم، ما كتكون فيهم الحركه، كيكونوا عرفتهم ملي كياخذوا ديك ليريكا هي اصلا ديال لي مونغوليان، سول عليها غيقول لك ديال لي مونغوليان. فهمت؟ دابا هي دابا هي كدير هذيك ليريكا، دابا النفسيه ديالك دابا انت عايشه ستابل، الا دابا المونغوليان تكون طايح. انت تطلع نفسيتك، تطلع واحد كيولي نشيط، كيولي نشيط، انت الا كنتي في هذه الحاله وشربتي جوج راه غتولي نفسيتك فوا دو فوا كات.
علاش هي كيشربوها الاغلبيه البنات؟ كيشربوها البنات اللي كيخرجوا بحال البنت اللي كتكون كتحشم، اللي كتكون هي اصلا ما عندهاش خاطر، كياخذوا هذوك البنات. فهمتي؟ ولكن شنو هما الاعراض ديال ليريكا؟ من بعد كيولي اللي كيتعاطى ليها انه كيبدا يترعى عادي لما خداهاش. كيترعى، كيولي كيتهتب فمو، ما كيبقاش يزقي الهضره مزيان. مع المده انا كنعاود لك الاعراض ديالها اللي شفت البنات اللي كيديروها. كيولي فمها كيتفتف، ما تيقدرش. الارض وانا ما عنديش تجربه، ولكن شفت البنات كنعرفهم الله يعفو عليهم. انا تنعرف يعني كنعرف بنات اللي هما كاع وصلوا فيها ادمان، ما قدروش يحيدوها لدابا. يعني ما كتاكلش حبه ولا جوج، كتاكل سنطه، فهمتي؟ حيت ما تقدرش تحيدها، وكتاخذ السنطه يعني كتاخذ الحبه ب 300 درهم، حسب سنطه فيها 10 ولا شحال فيها. واو 300 درهم دابا تشري. وهي انها رخيصه في الفارماسي، رخيصه. واو دايره 70 درهم في الفارماسي. واو تيجيبوها بلوردونونس؟ كيجيبوها بلوردونونس اللي عندهم، وكيدخلوها من برا وتبدا يبيعوهم، وكيبيعوها ب 300 درهم للوحده. يعني تاخذ يعني سمحه ب 1000 درهم. نعم. شوفوا الأغنياء أشنو كيديروا في بناتنا وفي ولادنا في المغربيات والمغاربة. كيجي واحد يدافع عليه، هذا راه سياسي وبرلماني، وبما أنه قيادي في حزب رخصو يكون مؤطر، سيؤطر ولادنا ويربيهم ويعلمهم وينهيهم. هو بالعكس كيدمرهم ويخربهم ويخرب أخلاقهم ويدمر حياتهم ومستقبلهم ويرميهم للعالم الدعارة والفساد. هذا رخصو اشد العقوبات صراحه. واش انت راضيه على الوضع ديال بناتنا والعلاقه ديالهم مع السوشيال ميديا؟ ما غاديش نرضى، حيت انا عندي اصلا عندي البنيات. ما يعني في واحد اللي عنده شي محتوى زوين الله يسهل عليه، حيت كاينين بنيات عندهم محتوى نقي وزوين وعايشين منه والحمد لله، يعني ما كيشرفونا. وكاينين شي وحدينات للاسف ما مش حال هذه. الا كان شي عائله في الدوار عندهم ولدهم شاد جنسي، كيف تكون الوجه ديال ديك العائله في الزنقه؟ مش حال هذه غالبيه العائلات اللي كانوا بكري وكيكون عندهم شي ولد شاد جنسي كيتحولوا من ديك المدينه في الاصل، حنا اللي كنا كنعرفوا. ودابا حاليا الى شي عائله تنشوف عندها شاد جنسي ودخل في هذا العالم الازرق، انا ترين انها كتولي عائله مشهور وتمشي بلي كارد كور، وخوه حتى هو ولا مشهور. شتي كي دار الزمان؟ ما ماشي دار الزمان، الانسان اللي دار على الزمان. حنا اللي درنا على الزمان السي عقاوي. نعم. اما الزمان غادي كما هو، كما لقينا جدودنا والدينا الله يرحمهم كما بقى غادي الزمان. دابا ولا كلشي كيقرب على الربح السريع. ولكن راه اختي راه هاد السوشيال ميديا ما تي يعذرش. راه شحال وحده دابا تتغامر بحياتها وعندها وليداتها، واحد النهار شنو غادي يكون الوجه ولادها؟ حيت بدا يواجههم بهذا. يلا تفضل خويا العزيز، تفضل قول لي. قلت لك فاش شفت هذاك الموقع، فاش شفت الموقع ديالها وشنو كتقول وكيفاش كتصرفات وكيفاش كتباها، الله يرحمها كتباها بداك الجمال. راه هذاك الشيء نورمالمون راه انت مثلا داير لايف السي العقاوي، كيعرفوا المحتوى علاش كتهضر، كيعرفوا سميتو، خصهم يكونوا مكلفين بداك الناس اللي كيديروا دوك المحتويات بحال هكاك يفرانيوهم، اولا تكون شي عقوبه. راه كلشي غادي يستوبي، ما غايكونش داك الشيء. راه كاين دي لايف خايبين، كاين المحتويات خايبين، وبنادم غير كيبرزع في لي فيديو كلشي داخل وكلشي غادي في الهواء سوا وصافي، كيولي التباهي وكيولي شو سعداتها، شحال الفلوس عندها، شوف على كات عندها، شوف كي زوينه، شوف شكون اللي غادي يدخل عندها ديك اللي زوينه. راه دخلت لهذا العالم. شوف بنت اللي باها مسكين تتلقاه حمال وخدام في كماله، كتوقف بنت وشاده ايفون ديال 2.5 مليون. يلاه كي دارت ليه ونورمالمون فاش كتمشي هي كتعرض عند من غادي، عند الشيباني، كيفاش غادي يكون هذا اللي عرض عليها؟ راه ضروري يكون الموبقات باش يلا يتقاد ليه المزاج.
باش قالتها لو كنت تقعد اسمع ويلا اسمع قالت لك انهم دابا هاد بنظارهم حيت يلاه تيدخل هذا العالم كتكون الحشوميه فخصهم يشربوا شي نوع الكينات اللي يخليها مقزدره باش تدخل زعما دير وتشوف كي دراها خصها فهمتي هما ما كيعرفوش لي في ما كيعرفوش لي في ديال دوك المخدرات كتصدق دايره شي مشكل كثار من داكشي اللي كانت باغيها هي هذا ودي الحاجه الوحيده مسكين دابا هاد البنت دابا حنا تنحملوها شي مسؤول ايه مشات الله يرحمها مشات غير مازال الجثه ديالها بين ويكي باش الدنيا راه مازال في التشريح ما كملوش غادي تبقى في التشريح غنبقى في التشريح وغادي يديروا البحث ديالهم ولكن دابا عادتي حنا اللي دارت الله يهدينا ويهدي لنا بنياتنا ويهدي لنا بنياتنا حيت طيح البقره وكل شيء تيولي فقيه وهادي وهكذا وعاوتاني حتى بعض الله الزوين سامحو محشومه راه ما بداش يجرحو ديك البنت وهي ميته لا هي ماتت الله يرحمها تقول رسالة لبناتنا احنا دابا انا براسي استفدت بان قالت هاد البنت بان كاينه شي بنت سميتها الاكراميه بحال دابا غير هاد المساخير دابا اللي تيصيفطوا هاد السبوعة لبناتنا وهاد النموره راه هاديك تيحاول يلحق باش يدخل الخاص باش تقول شكرا اخويا باش يقول لك تبارك الله عليك باش يزيد لك سبعه اخر حتى تيرد غضبعه وبالتالي كيمشى الشرف ديالك تمشي تخربي خاوي راه كاين البنات دابا اللي مهددين مساكن بدي فيديو السبب ديالهم هاد السبع ما السبع انا ما عمرني شفت شي واحد صيفط لشي واحد في السبع في الرجال شفتهم صيفطوهم للشباب الجنسيين وتيصيفطوهم لدوك الصحاب الروتين للاسف الشديد هذا الشيء صحيح سبوعه في تيك توك كيصيفطوها النت للبنات باش يطمعوهم باش من بعد غايقول لها اجي نتلاقاو كذا كذا وبالفعل كيوقع داكشي كيمشيو للفيلا كيمشيو للبارطمان الفيلا ولا البارطمان مجهزه بكاميرات وكيصورها وفيديو ومن بعد الا ما شي نهار ما لباتلوش المطالب ديالو كيهددها تيقول لها راه عندي الفيديوهات ديالك عندي كذا عندي التصاور عندي كتولي عبيد او لا ملك ديالو للاسف الشديد باش البنات راه خصهم ما يتبعوش الفلوس والاغراءات والملاهي والماديات هذا راه خصو يرد البال يحضي راسو الزمن راه ولا خطير بزاف والله اذا اردت ان تعرف قيمه دولتي فدخل الى بيوتها بيوت ديالنا حنا تشتات بزاف كاع وخاصه بهذه المصيبات حنا بنت كتكون مسكينه جالسه وتشوف السبع وتشوف السبع ما السبع ما السبع اذا راه تضرا لها بدا حيت تسالي كتقول له شكرا اذا صافي دخلها في الحيوه اوتوماتيك صافي تما كيبقى مشات مسكينه حتى كتلقى راسها انها دخلات في واحد الطمع وراها تحت التهديد وراه الله يعطيكم الستر انا شفت بنت اللي خرجوا تصاورها مسكينه فيها في الخلاعه وحيت مفصلت عندها لقيتها ما عندهاش البزوله مقطعه لها وهي تصاور اللي تيهددها فيهم البزوله قلت لها شحال انت باش قطعتي التهديد ديالك قالت لي 3 سنين لقيته بين وضع الحرام 3 سنين هو تيهددها حتى ضربها الكونسير حتى قطعت بزولتها ومازال تيهددها بزله ديال هاد التخربيق ديال السوشيال ميديا حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الناس اللي كيضيعوا لنا الشباب والشابات ديالنا حسبنا الله ونعم الوكيل وردوا البال على الناس ردوا البال لوليداتكم راه كاين اللي بسبب الفقر كيخرج لهاد المسائل هادي ولكن الفقر ماشي سبب باش نسعاو وما نمشيش للفساد والدار لا اله الا الله محمد رسول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.